أعزائنا المشاهدين، تحية طيبة. خلال هذا اليوم شاهدنا هبوب تيارات هوائية من القطاع الجنوبي ساهمت في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تراوحت القصوى بين 30 و 35 درجة بالوطن القبلي وجهة الساحل، سجلنا 35 درجة بتونس وبين 38 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل. وكما تلاحظون عبر تسلسل صور القمر الاصطناعي، الطقس كان مغيم جزئيا على كامل البلاد. خلال هذه الليلة إن شاء الله يتواصل الطقس مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة السحب مع خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، والحرارة ليلا تتراوح بين 25 و 29 درجة بالشمال والوسط وبين 26 و 31 درجة بالجنوب. توقعاتنا الجوية اليوم الغد إن شاء الله، الطقس يكون مغيم جزئيا مع ظهور جهيلي، والحرارة القصوى تكون 36 درجة بتونس، 35 ببنزرت، 34 بنابل، كذلك القليبي 34، 38 بزغوان، بالشمال الغربي 39 بباجة، 37 بتبرقة، 40 درجة بجندوبة والكيف، 39 بسليانة، بتالة 38 درجة، 40 بالقصرين، بالقيروان 41 درجة، بسوسة 37، كذلك بالبوناستير 37 درجة، 36 بالمهدية، بسيدي بوزيد الحرارة القصوى تكون في حدود 42 درجة، 41 بصفاقس، 44 بجبس، 41 بجربة، 46 درجة بمتنين، قفصة 42 درجة، 43 بتوزر وإقبلي، بتطاوين تكون درجة الحرارة القصوى في حدود 45 درجة، 44 برمادة والبرمة، و45 درجة أيضا ببرج الخضرة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، بشمال تونس تتجه الريح الجنوبية غربية ثم تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، وتتجاوز مؤقتا 25 عقدة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب. بخليج الحمامات تتجه الريح شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، وتتجاوز مؤقتا 25 عقدة أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب. في منطقة الشاب تتجه الريح الجنوبية غربية ثم إلى شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تتجاوز أيضا مؤقتا 25 عقدة أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر مضطرب فقليل الاضطراب. وبخليج جيبس تكون الريح الجنوبية غربية من 10 إلى 20 عقدة ما يعادل 40 كم في الساعة، والبحر قليل الاضطراب. إليكم الآن التوقعات الجوية لبعض المدن العربية والأوروبية بنواقشت بعض السحب مع 31 درجة. بالمغرب الأقصى أمطار بأغادير 27 درجة، وطقس قليل السحب بالرباط والدار البيضاء 25 درجة، 31 بتلمسان مع بعض السحب، 30 درجة بالجزائر العاصمة، 33 بعنابة، بطرابلس 39 درجة، كذلك بمصرات الطقس صافي 36 درجة، 31 ببنغازي، الإسكندرية أمطار متفرقة 29، 32 بالقاهرة، بالبقاع المقدسة 41 بالمدينة المنورة، وكذلك بمكة المكرمة 38 بالرياض، 38 أيضا بأبو ظبي، 30 بمسقط، 39 بالمنامة، 40 بالكويت، 41 ببغداد، بالقدس الشريف بعض السحب 27 درجة، 22 بأنقرة، طقس صافن أمطار بإسطنبول 22 درجة، طقس صافن بأثينا 28 درجة، 24 بفيينا، بعض السحب بكل من باليرمو، نابولي، روما وميلانو 26 درجة، سحب رعدية بجنيف 24 درجة، أمطار متفرقة بكل من ستراسبورغ، باريس، ليون 27 درجة، بعض السحب بكل من تولوز، مرسيليا، برشلونة 27 درجة، أمطار بفاليسيا وبلباو 27 درجة، بعض السحب بملقة ومدريد 24 درجة، وأمطار متفرقة بلشبونة 21 درجة. توقعات الجوية للأيام القليلة القادمة إن شاء الله، يوم الأحد 21 سبتمبر الطقس يكون مغيم جزئيا ثم كثيف السحب بعد الظهر بالشمال الوسط، الريح تتجه من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 20 إلى 40 كم في الساعة قرب السواحل الشمالية، وضعيفة فمعتدلها من 15 إلى 25 كم في الساعة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة تكون مرتفعة وتتراوح القصوى بين 36 و 40 درجة بالشمال الوسط وبين 40 و 44 درجة بالجنوب، تصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشيل. يوم الاثنين إن شاء الله يتواصل الوضع الجوي كما هو يوم الأحد، يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، الريح تتواصل من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كم في الساعة قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كم في الساعة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب المضطرب، والحرارة في استقرار. الشروق اليوم الغد يكون على الساعة 6 صباحا و5 دقائق، والغروب على الساعة 6 مساء و21 دقيقة. أوقات الصلاة اليوم الغد 25 من ذو القعدة 1435، الصبح ابتداء من الساعة 4 صباحا و38 دقيقة، صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار و20 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 3 بعد الزوال و42 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 6 مساء و23 دقيقة، وصلاة العشاء على الساعة 7 مساء و47 دقيقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على رقم الموزع الصوتي، زيارة موقع الويب، أو بعث إرسالات قصيرة على الرقم 85012. في الختام شكرا لكم على حسن الاهتمام، وإلى اللقاء.